تفاصيل فعاليات مهرجان أو معرض الرياض الدولي للكتاب مع لمياء موافي مراسلة التلفزيون المصري. يعني بالفعل بتتواصل بالعاصمة السعودية الرياض فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب اللي بيشارك فيه أكثر من 2000 دار نشر موزعين على 800 جناح من 30 دولة حول العالم. يعني مصر بتشارك كثاني أكبر الدول مشاركة في المعرض بعد الدولة المضيفة المملكة العربية السعودية بعدد كبير من دور النشر وعدد من الإصدارات، وبتشهد إقبال جماهيري كبير على الأجنحة المصرية المختلفة. يمكن لو كما ترون من خلفي في بعض الأجنحة المصرية هنا اللي بيتوافد عليها يعني الجمهور لمتابعة كل ما هو جديد في الإصدارات في دور النشر. يعني دعني أقول لك أيضا أن دور النشر المصرية ركزت هذا العام أيضا على كتب الأطفال، وفي غزارة في عرض كتب الأطفال، أيضا في أيضا العديد من الكتب. كنت قد أجريت العديد من اللقاءات مع الجمهور السعودي اللي أشادوا بدور النشر المصرية والإصدارات الحديثة المقدمة من خلالها، كمان أشادوا أسعار الكتب المختلفة. أيضا هناك العديد من الفعاليات الثقافية، ما يزيد عن 200 فعالية ثقافية من أمسيات شعرية وندوات بتقام على هامش فعاليات المعرض. يمكن أيضا اللي بيميز معرض الرياض الدولي للكتاب هذا العام هو والتقنية التكنولوجية والذكاء الاصطناعي في يعني تعريف الزوار بمختلف الأماكن ومختلف الأجنحة. في ريبوت تم يعني موجود هنا في المعرض بيتحدث ما يقرب من 97 لغة مع الزوار، وبيرشدهم عن الأماكن وعن أحدث الإصدارات. أيضا هناك مجموعة كبيرة من الشباب السعودي اللي بيساعدوا من خلال الشاشات المتواجدة في كل مكان الزوار على معرفة الأجنحة. يعني إقبال جماهير كبير، وخاصة يعني الشباب اللي بيحرصوا ان هم يجوا معرض الرياض الدولي كتاب باعتباره احد اكبر المعارض اللي بتنظمها المملكة. يعني المملكة بتنظم ايضا معرض المدينة المنورة ومعرض جدة للكتاب، لكن معرض الرياض بيكون من اكبر المعارض اللي بتنظم هنا. بتتواصل فعاليات المعرض وسط اقبال جماهيري كبير. اليكم مرة اخرى زملائي في الاستوديو.